اقتربت 3 قوارب إيرانية من المياه السعودية، تم تحذيرها بالعرف العسكري المعتاد ولم ترتدع، تم استخدام أبسط أساليب القوة فباعت شجاعتها وهربت. لا جديد، في كل مرة القوة السعودية تؤدب إيران وفروعها، وعلى كل من يفكر في العبث مع المملكة أن يراجع حساباته. هذه تحية اعتزاز لأبطال حدودنا البحرية من كل القطاعات. أشوفكم بكرة في أمان الله.